السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض الديك الرومي، ازاي تتبيلته. بصوا، هو مش لو هتحطيه في الفرن يبقى ليه تتبيلة مخصوص عشان تدهني بيها كل الديك وتحطيه في الفرن يستوي، بس انا مش بحبه كده لاني ببقى قلقانة شوية من السوى، لاني معرفش سن الديك قد ايه. النهاردة هنعمله، طبعا هنحطه وهنسلقه، بس انا دلوقتي بالليل هعمل ايه؟ هحط عليه التتبيله بتاعته، البصل بالملح. التتبيله دي اللي احنا عاملينها، التتبيله دي عباره عن ايه؟ عباره عن بصل مضروب في الخلاط مع ملح، 7 بهارات وملح وفلفل اسود والسبع بهارات، وحاطين من تتبيله الفراخ، تتبيله فراخ وتتبيله الفراخ بتاعت الشوي كمان عشان تديله طعم حلو قوي، ومش حاطين ملح كتير. بس هحط كمان عليها ايه؟ هحط عليها كمان الكيس اللي هو ال11 بهار ده عشان خاطر يديني برضو طعم وريحة حلو، وحبيته كده بالحاجة اللي هي فيها دي بالظبط، حبيته بيها، مش هسويه دلوقتي، يعني انا حبيته في التلاجة بكل الخلطة دي لحد الصبح، وبعد كده خلاص نبتدي بقى بكرة ان شاء الله بإذن الله لو ليا عمر، يعني هنبتدي نشوف ازاي هنسلقه وهنحط ايه مع الشوربة، في الشوربة والحاجات دي كلها. انا كده هقلبها اهي، طبعا ما بحبش بقى ايه، بحب اعمل بايدي كده. كده انا دعكتها كمان بايدي شوية، هجيب بقى الديك بتاعي، هاخد كده اهو وهبتدي افتح. انا طبعا كتفته بالعافيه فمش هقدر افتحه تاني، لان لو مش هقدر اعمل نفس الرجلين دي. بصوا، هفتح هنا كده اهو بين الجلد وبين اللحم، كده اهي زي ما احنا شايفين كده، فتح كويس قوي اهو، وهاخد من البصل اللي انا عاملاه وابتدي احطه اهو، اتبل كده كويس قوي قوي، والصدر كده كويس، وهدخل هنا كمان بين عند الورك بتاعه اهو، بين الورك وبين العظم بتاعه، هاخد الناحية التانية اهي برضه، اوسع لها كده ايوه كده اهو، وابتدي احط البصل بالحشو برضو، بتبله كويس قوي قوي من جوه، وهبتدي احط برضو هنا عند الفرد اهو، مش هحط في قلبه غير لما احط هنا واقفل بالخله. بص الدهن بتاعه قد ايه، كتير جدا صراحه يعني، بس انا عشان يعمل شوربه كويسه هسيبه. هجيب الاول الخله كده، ابتدي اقفل من هنا كده اهي، وابتدي احشيها هي كمان عشان تديني للصدر طعم حلو قوي. انا هحشيها بقى وبعدين اقفلها، يا اما اخيطها. شكلها لازم تتخيط لان الخلة ضعيفة قوي، فهتفتح مني اهي، فيه وفيه اهي.
كلها كده هقفلها. وابتدي اخد بطني بقى. اهم حاجة هنا كده برضو. انا عندي بقى صدرين من الفراخ اهيت، هبتدي اتبلها كده برضو، حط لها شوية من البصل كده شكل كده، ان انا ايه هسد بيها الديك ويستووا بقى الاتنين، لان في عندي ما بياكلوش الديك الرومي وفي وما بياكلوش غير الفراخ اهي. عشان البصل بتاعها ما ينزلش اهو. دي كمان واحدة. كده الاتنين هيستووا وياخدوا من نفس التتبيله ونفس الحاجه بالظبط. فاضل بقى هنا كده اهو، زي ما احنا شايفين كده كده، ضمنت ان الحاجه اللي جوه مش هتخرج وهو هيستوي بيها بالظبط. ده بقى هيبات بالتتبيلة دي، وبرضو هلزق ايديه كده اهو بالخلة عشان ما يبقاش مفتوح قوي كده. وانا كده بقى هشيله هلفه بالستريتش وهدخله التلاجة يقعد فيها لحد بكرة الصبح، ونتقابل ان شاء الله بكرة الصبح على خير ان شاء الله لو كان ليا عمر، ونشوف هنكمل بقية الديك ازاي. كده جينا تاني يوم اهو، طبعا بايت بالتتبيله بتاعته. انا ربطت الخيط ده عشان اخلي الايدين ماسكه نفسها جنبي ما تبقاش فاتحه ايديها قوي. وطبعا كنت هسوي انا الفراخ في قلبيه، بس قلت لا خلاص بقى نعملها لوحديها، عشان اللي مش بيحب الديك الرومي يقعدش يقول لي ايه انت حطيتيها معايا ومش حطيتيها معايا. عارفين بقى الولاد بيبقوا يعني متعبين شويه في حتى حكايه الاكل اهو. كده بقى احنا هناخد الديك بتاعنا ده، انا هجيب فيه بصلايه كبيره كده احطها او اي حاجه عشان تسد كل المكان المفتوح، او عشان تخش الشوربه فيه ويستوي ان شاء الله. كده هنروح على البوتاجاز وهوريكم احنا هنحط ايه في الخلطه بتاعه البوتاجاز. الخلطه اهي، الخلطه دي عباره عن ايه؟ الخلطه دي عباره عن بطاطس، بصل برده مضروب في الخلاط معاه ملح وفلفل وبهارات، ومعاه روزميري خضرة خالص اهي، لان انا زرعها عندي في البيت اهي. حاطين الروزميري مع البهارات والسبع بهارات وكل اللي انت نفسك تحطيه حطيه. هنروح دلوقتي على البوتاجاز اوريكم احنا هنحط ايه في الشوربه بتاعتها. كده خلاص الميه بتاعتنا غليت اهي، هحط فيها جزرايه. انا نسيت اقول لكم ان انا هنا ضربه معاها طماطم اهو، طماطم وبصل وروزميري وكل التوابل بقى اللي عندنا، بس انا دعكاها عشان كده بصوا منزله الميه بتاعتها ازاي. هحط منها كده طبعا من غير ملح. نروح نجيب الديك بتاعنا بقى ونحاول نحطه، بس معلش انا ايه ربنا يستر يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه انا هو ده اللي انا حاتله همه، انها هي هتبقى بزياده، فانا هنقص الشرق الميه دي وارجع لك تاني. طبعا الحله ما خدتهوش، حطيت في حله اكبر خالص وحطيته، وطبعا لسه بقى هتبتدي تغلي بيه الشوربه، وهزودها ميه مغليه بالكتل كمان لحد ما تغطيه عشان خاطر يستوي معانا. وان شاء الله اول ما هيستوي هوريه لكم هنعمل فيه ايه بقى ساعه التحميل، وهنشوف مع بعض دلوقتي ازاي هنعمل الرز. دلوقتي حطينا الحله سخنه اهي على النار، هبتدي احط لها حبه من السمنه نعمل الرز بقى. الرز اللي هو بالخلطه هناخد كده شويه من الزيت، وهناخد حبه من السمن البلدي اهوت، وهناخد بعديها هنحط ايه بقى، هنحط البصل. احنا مش هنحمره، احنا بس هنديله تتبيلة يدبل بس. البصله بتاعتنا كده بقت خلاص حلوه قوي، دبلت اهي بيضه بس دبلت اهي. هبتدي اعمل ايه بقى، هبتدي اخد معلقه كبيره كده من الكركم، ومعلقه من الكاري، وهاخد معلقه من التتبيله بتاعت الكبسه اهي، وهياخد حبه من الحبهان. انا بحبه مطحون، وهياخد شويه من القرنفل قد كده او المسمار زي ما بيقولوا، وهياخد شويه من القرفه، شوية من القرفة، تدي ريحة وطعم حلو قوي قوي، وشوية من الفلفل الأسمر، كل الحاجات دي هنقلبها. عندي المية مغلية طبعا هحطها، تغلي بس شوية عشان ناخد من اللون بتاعها كده يبقى حلو، ونبتدي نحط الرز. فاضل عندنا ايه، انا بحب قوي احط المكسرات بتاعتي دي كلها وهي تغلي غلوتين مع الرز، محبش احمصها واحطها لانها بتبقى مقرمشة وبتضيع طعمها. هنا عندي اهو الفستق، اللوز قصدي، ولين الجمل، والزبيب، والبندق، كده بيبقى طعمه حلو قوي وشارب من كل الحياء بتاع الرز. فاضل عندي الملح، اهم حاجه الملح. طبعا بقى ايه، ان شاء الله هيبقى حياء خالص، ونقلب. وهجيب الرز، انا لسه غسلاه دلوقتي بس، يعني لازم ساعة ما تيجي تعمليه لازم تبقى في وقتها على طول.
الرز. طبعا الرز البسمتي زي ما احنا عارفين كوبايه الرز عليها كوبايتين من الميه. احنا طبعا عشان ايه خلاص بقى اتعودنا فايه عارفين المقدار على طول. هو عايز له شويه ميه كمان بس احنا هنوطي عليه بقى ونسيبه يستوي، وان شاء الله بعد ما يستوي خالص اكيد هوريه لكم هو والديك الرومي اللي معاه، وان شاء الله نتقابل بعد ما نخلص ده على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بقول لكم ايه، احنا النهارده هنعمل سلطه الدقوس جنب الرز البسمتي مع الديك الرومي، بس انا هوريكم طريقه الدقوس سهله جدا وبسيطه مش مكلفه ولا اي حاجه، كلها حاجات من البيت معايا كده وانتوا هتعرفوا بالظبط. اول حاجه عندنا الفلفل، فلفل رومي وطماطم وقرن فلفل حامي وليمونه، وهنا بقدونس على كزبره واربع فصوص ثوم، وعندي كمون وكزبره وبابريكا حمراء، وهنحط خل وهنحط زيت مع بعض كده بشويش خالص. هنشوف احنا هنعمل ايه دلوقتي، اهي كده نحط الفلفل الرومي، الفلفل كده الفلفل الحامي مش هنحطه كله، والطماطم سهلة ما فيهاش اي حاجة اهي. يبقى حطينا فلفل طماطم، فلفل وطماطم، وادي ثوم والكزبرة والشبت، كله مرة واحدة كده. كل ده هنضربه هاجي هنا احط شوية من الخل، ادي معلقتين تلاتة كده، شوية من الزيت مش كتير، وهنضرب كل الحاجات دي مع بعض، وهحط كمان شوية من الملح، شوية من الملح. التوابل دي هنحطها لاخر خالص، انا هضربهم وارجع لكم عشان الصوت. كده خلاص اتضربت، ولا ناعمة ولا خشنة. نشيل البهارات كده شوية ونفضيها، ريحتها يا جماعة خطيرة، الريحه بتاعتها في منتهى الجمال، يعني حاجه كده تفتح النفس بجد. يعني فاضل عندي ايه؟ فاضل عندي الليمونه وعندي التوابل. ادي الليمونه اهي، بس هنحط كده الاول شويه
من الكمون، شوية من الكمون، وهناخد شوية من الكزبرة، وهناخد شوية من البابريكا الحمراء، بس كده. وهنبتدي بقى نعصر الليمون. العصارة صغيرة جدا على الليمونة، فايه هتعذبني يعني، عشان كده انا بعملها بايديا. هنقلب بقى كله ببعضه كده، ودي سلطة الدقوس اللي هي سهلة جدا وحاجتها موجودة في البيت، جميلة 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 بصراحة. هظبطها بس وارجع لكم. وادي سلطة الدقوس بتاعتنا خلاص خلصت، جميلة. لازم دي بقى من اهم الاكلات او السلطات اللي بتتحط مع الرز البسمتي ومع اللحوم ومع الديك الرومي، مع الحاجات اللي هي الدسمة شوية. ليه؟ لانها بتفتح النفس، فيها ليمون، فيها خل، فيها كل حاجة. وان شاء الله اشوفكم في سلطة جديدة بطريقة جديدة. لكم ايه، باي باي، سلام عليكم. نعمل الخلطة اللي احنا هندهن بيها الديك بعد ما يطلع من السليق، وندهنه عشان ندخله تحت الشواية. اول حاجة عندي هحط شوية من زيت الزيتون، عايزة تحطي سمنة حطي اي اللي يعجبك، شوية من زيت الزيتون، وهنحط شوية من البابريكا، اديله لون حلو كده وطعم وريحة. وهنجيب كمان معلقتين من الصلصة، معلقتين من الصلصة، وهنجيب كمان زبادي، معلقتين من الزبادي، معلقتين زبادي كده، وشوية من الفلفل الأسمر، وليمونة، وهنحط ليمونة، ليمونة كاملة. دي الخلطة اللي احنا هندهن بيها الديك، وهتشوفوه دلوقتي وانا بدهنه وندخله بيه تحت الشواية. قشر الليمون دلوقتي بقى ناشف، بيتعب الواحد وهو بيعصره. نيجي كده هنحط شويه كمان من الملح عشان تبقى حقيقه، بس مش كتير، حاجه بسيطه كده، ونقلب كل الحاجات الحلوه دي مع بعض. ونجيب الديك بقى، بصوا انا حطيت حته سمنه بلدي بصراحه بقى عشان تطعمها، يعني مش بقتنع بزيت الزيتون والحاجات دي، لازم السمنه البلدي يا جماعه، خطيره خطيره خطيره. نجيب بقى الديك،
ونيجي نكمل كده. بقى انا هبتدي ادهنه اهوت. شايفين الخلطة دي بجد بجد بتخليه خطير ريحته، حتى وهو بيستوي بتبقوا مش قادرين. بس لازم تدهنوه، تستنى عليه شوية، ما تدخلوش على طول عشان يتشمع. طبعا بعد كده لما يتحمر ده هنقلب على الجنب التاني، كل جنب وندهنه. كده خلاص احنا دهنا الوش بتاعه، هنسيبه لما يتشمع شوية، وبعدين اعمله على كل جنب، وان شاء الله لما يطلع من تحت الشواية هوريلكوا بقى وانا بغرفه مع الرز البسمتي بتاعه وسلطة الدقوس وكله. كده الديك بتاعنا والرز اللي بالخلطة زي ما احنا شايفين، والله الريحة تحفة والطعم جميل جدا، واحلى واحلى بكتير جدا من اللي موجود بنجيبه جاهز من بره. بصوا ده شكله خطير خطير، بصوا جميل ازاي، تحفة تحفة تحفة. وحشية رز كمان من بتاع الخلطة اهوت، وبالهنا والشفا لكل اللي هياكل. وده كان الجيب بتاعنا، خطير بجد يا جماعة، خطير والله، وشكله تحفة تحفة تحفة. اشوفكم ان شاء الله في اكلة جديدة بطريقة جديدة، ويا رب يا رب يكون عجبكم، وكل فيديو خفيف عليكم، وان شاء الله نتقابل في اكله جديده بطريقه جديده. اقول لكم ايه، باي باي، سلام عليكم.